مرحبا بالفرقة العريقة يعني في الميدان هذايا وفرق ملتزمة. بدي أن أرحب بالضيوف الكرام وأرحم على الشهداء ثورة 14 ديسمبر 14 جانفي. من موقعنا كمجلس بلدي وكرئيس مجلس بلدي لابد لنا أن نتحرك وأن نواكب هذا الحدث العظيم، هذا التاريخ الذي لا ينسى في تونس. الثورة إن شاء الله بالمواعيد هذه تتحقق وتحيا فينا نفس ثوري جديد. الثورة عاشت تستمر، الثورة لا بد أن تستمر حتى تحقق أهدافها، أهداف الشعب الطموح، أهداف شعب يرمى إلى تغيير واقعه. رأس أيضا قدمت شهداء، شهداء حافظوا على هذا الوطن. هنا ليس المغربي رحمه الله محافظة أبدا على هذا الوطن، نترحم عليه. رادس قدمت أغنى ما عندها من الشباب محافظة على وطننا العزيز تونس، وبالتالي ما لنا من أبسط ما يكون أن تقدمه المجلس البلدي أن ننحي هذه الذكرى. ومرحبا بكل الناس اللي حضرت، وإن شاء الله في ثورة الشباب أيضا في عيده نواصلوا على أن نحيي في عيد شبابنا ثقة في النفس، لا بد لكل واقع من تغيير، لا بد لنا أن نغير هذا الواقع، وكنا مع بعضنا بحولنا سنغير واقعنا نحو الأفضل. أكدوا أنه لا بد مهما كانت العراقيل هي بدايات ولها أهداف، ولا بد للثورة من تحقيق أهدافها بإذن الله. ما نقولش عليكم، نرحب زيد معايد، نرحب بكل كفاءات الدولة بحضرتنا المهم النواب السابقين والنواب الحاضرين. مرحبا بالمجلس المستشاري البلدي، أنا بيدي ثمة كل المجهودات اللي قامت بها إدارة البلدية والناس اللي حصلت باش تستدعانا من أحسن فرق الملتزمة في تونس اللي هي تعديت على بلديات كثيرة وكانت خلات بصمة، وبالتالي احنا اجتهدنا باش تكون الفرقة هذه موجودة بلادنا باش نحيي في أنفسنا هذا التاريخ المجيد. وبحول الله ديما إن شاء الله نكرروا هذا الموعد وتونس الحق إن شاء الله نجدها. وبحول الله إلى الأمام وإن شاء الله ربنا يوفق بلادنا ويوفق إحماها من كل الشرور. بارك الله فيكم.